السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى سي دكتور طيب بارك الله فيك، الله يعاونك، داير بخير. حياك الله سيدي حميد، بارك الله فيك أخويا. هذه فرصة أخرى معك صديق البرنامج ديالك من قلب أنزميز وتحت الأمطار الخير الآن خدامة. الله 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 مبارك، اللهم بارك. الله العظيم إلى الأمطار الخير تبشر بالخير بعد أن عشنا شهور كلها جفاف وغبن وحزن، ولكن فرج علينا الآن في هذه اللحظة هذه اليومين هذه، والحمد لله على كل حال، وهذا من فضل ربي سبحانه الله سبحانه وتعالى. سبحانه ما أعظم شأنه، وسبحان الله والله العظيم. إلى هذا الموضوع اللي جبتي هو بالضبط اللي بغيت نهضر لك عليه، على مجموعة من النساء هنا في أمزميز اللي كيديروا هذه القضية ديال مجموعة ديال النساء اللي كيجمعوهم في بعض المساجد هنا في أمزميز، يقريوهم كيعلموهم كيفية القراية كيفية الغزاء. والجميل جميل في هذا الشيء السي دكتور هو أنهم إلا كانت شي كنا شي مرة تفات تمشي ويغسلوها ويتكلفوا بها، وهذا المنبر هذا كنحيي الأخت سعاد الغوات وصحباتها كلهم، راه هما اللي كلفوني بهذه الرساله اللي بغيت نقول لك بارك الله فيك، باش تعي معاهم وزعما بواحد الطريقه جميله جميله. هذا الشيء اللي ولينا كنشوف أمزميز يبشر بالخير عمرو كان ولا الان الحمد لله، والله العظيم الا يبشر بالخير. وهذه رساله على العتيق ديالي انا وصلتها لك بارك الله فيك، وبغيتك تدعي معايا حتى انا والوليدات ديالي كلهم واحد واحد وجميع الامه الاسلاميه، ماشي غير البنات اللي دعيتي به البنات، دعي به الامه الاسلاميه جمعاء يا رب، باش ربي يبشر بالخير. والحمد لله راه ولينا كنشوفوا شباب في كيان فتيات يلجن الى المساجد بواحد الفرحه بواحد، ربما الا ما قلت راه بالفضل ديالهم ربا دابا ربي ينطرنا في هذه اللحظات هذه. الله الله الله، والحمد لله. ياك عقلتي عليا سيدي، قلت لك رئيس جمعيه الرحمن لمحافظه على المقابر بأمزميز. اياها خويا، وهذه المناسبه نذكر هذه الجمعيه ثاني، وكنشكر الناس المحسنين اللي ولاو المقابر ديال أمزميز واحد الحلة جميلة وجميلة جدا. درنا ممرات، درنا دخلنا الضوء المقابر، ودرنا دابا لي باساجي هكا، مابقاش وكان واحد المشكل اللي كان في أمزميز هو الدفء العشوائي، مابقاش الحمد لله بفضل الجمعية والمحسنين الحمد لله. والمجلس البلدي ديال أمزميز هذا المنبر كنشكرو لأنه تا هو دعمنا ماديا وخدامين، وداك الشيء الناس تيدعوا معنا الحمد لله، ما نوينا والو من واهي الخير. هذا الشيء بغينا لوليداتنا ولوليدات المحسنين تعاونوا معنا بالخير والنماء، وكنشكرك بزاف دكتور بارك الله في سيدي حميد. كنرتاح للبرامج ديالك، راه زرتي أمزميز وشتيه، اييه زرتها مرارا اخويا، اييه اييه، اقليم مبارك، الناس ديال أمزميز كيحيوك بارك الله فيك، مع الجميع. وهذا هو النداء ديالي، وشكرا بزاف، ودعي لي مع اعضاء الجمعيه ديالي، وكنتمنى تكثر هذه الجمعيات باش نخرجوا ذوك المقابر من هذا الدفء، من هذاك الشيء اللي ولا. حيت مؤخرا مشيت لواحد المقبره هنا جهه البراج، دفنا واحد السيد واحد الحاله كارثيه كارثيه كارثيه، وراه من العار نشوفوا مقابر ديال المسلمين في هذه العشوائيه هذه. وكنتمنى من الناس ديال الاوقاف والناس ديال سميتو يعطيوا الاهتمام، راه من العار نشوفوا ديالنا هكاك، ونشوفوا ديال اليهود والنصارى في حله جديده. هذا النداء ديالي باش ما نطولش عليك. شكرا سي حميد. شكرا سي دكتور، باش ما نطولش عليك نخلي الفرصه للمستمعين، وكنحييك من هذا المنبر ومن قلب أمزميز معك حميد الشماخ، وشكرا بزاف سي سيد. حياك الله سي حميد الشماخ، اعانك الله تعالى وبارك الله فيك. وحقيقه أمزميز هي واحد الاقليم اللي هو جميل، واحد الطبيعه فيه خلابه، واحد المسالك والهضاب وبعض الجبال، ولكن يعاني من وضعية ديال هشة اقتصاديا واجتماعيا. كنا كنزوروا بعض المرات مع بعض القوافل، قوافل طبية او قوافل المساعدات، وكنلقاو الناس مساكن ما كيمدوش يديهم بقدر ما كيمدوا الابتسامة ديالهم، خصوصا الطالبة، دار الطالبة كان هناك مجموعة فتيات صغيرات اللي هما كيسكنوا في قرى متناثرة، وبعض اهل الخير واهل الفضل بناوا دار الطالبة وجمعوا دوك البنيتات، وكيفرحوا ملي كنزورهم مره في ذاك الاقليم. ناس قلوبهم من جوهر، ناس فيهم النيه
وفيهم الإخلاص وفيهم اليقين وفيهم القناعة غير بالقليل. ولكن الإقليم خاصه خدمة، خاصه واحد المبادرة قوية في البنية التحتية على مستوى الطرقات وعلى مستوى بناء المؤسسات وبناء المراكز الصحية وربما مشاريع تنموية اقتصادية، لما لا تكون مصانع، تكون هناك وحدات إنتاجية باش الشباب ديال الإقليم يخدم ما يبقاش يهاجر. كنحيي أخي السي حميد الشماخ بهذه المبادرة اللي قمت بها. القضية ديال الدفن كاين في مجموعة ديال الأقاليم خصوصا في نواحي البوادي كنلقاو هناك ما يسمى بالدفن العشوائي، ناس هكذا حيثما اتفق، والمقابر فعلا كتكون ربما مثيرة للشفقة. المقابر ديال المسلمين إذا قارناها مع مقابر أخرى فعلا عندنا واحد نقص كبير، ولكن عوض أن نلعن الظلام ألف مرة نوقد شمعة. فالجمعية ديالكم قامت بمبادرة حسنة أنها طرقت الأبواب، شكون اللي خصو يتكلف بهذه المقابر؟ عوض أنكتب في الجرائد وأندد وعاتب وأفعل هذا وهذا وأطعن في هذه الجهة وهذه الجهة، لا، كاين ناس عقلاء، ناس فيهم الروح ديال الوطنية وروح ديال التدين الصادق كيقوموا بالمبادرة. المبادرة هي أنهم دقوا الباب أول حاجة ديال المجلس البلدي، ثم بعد ذلك الباب ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم الباب ديال أهل الإحسان. فهذو هما المكونات كيجتمعوا فيما بينهم. المجلس البلدي يبسط المساطر، وزارة الأوقاف تعطينا العلماء والمفتين اللي يأطرونا في هذا الجانب، والأعيان ديال المنطقة من أهل الإحسان كيتعاونوا كل واحد شوي شوي من عنده، وكنقدروا نقوموا بالمشروع كاملا بسرعة بسرعة. هذه مشاريع اللي خصها تكون على وجه الاستعجال، استعجالية. فالحمد لله فعلا المقبرة ديال أمزميز بفضل المجهود اللي قامت به الجمعية ديالكم، الله يبارك الله يتقبل، الحمد لله صارت أفضل بكثير مما كانت. وربما هذا واحد نداء نشير بأن هناك مقابر كثيرة في وطن العزيز في وضعية لا تحسد عليها. فحبذا أن بعض الناس كيهتموا بالأحياء وكينسوا الأموات. الأموات حتى هم عندهم حقوقهم، وإذا كان ربما بعض المسؤولين عن هذا الموضوع غافلين، هنا غادي يقوموا الجمعيات تاع المنطقة، الشباب، المتقاعدين، كيكونوا واحد الجمعية معينة، وكنقولوا هذه المقبرة وقع عليها كذا، فعلا لا أريد أن أسمي، هناك مقابر زرناها مؤخرا، ودفن فيها بعض الأحباب، حشومة، وعيب أن الناس ملي كيوضعوا ذاك الحبيب ديالهم، ذاك القريب ديالهم، إما أب أو أم، وإما أخ أو شقيق، وإما ابن. وكان عزيز في الدار والعناية المركزة وكيعنقوه يشموا ريحته فرحانين به، ملي كيدوا المقبرة كيبان لهم خلاء، ثم يوضعوا في ذلك الخلاء. وخصوصا أن بعض المقابر لما جاءت الأمطار الأخيرة دارت الفيضانات، وحتى الناس بغوا يزوروا ما لقاو ما يزوروا، وهذا مشكل كبير. لا أعمم، هناك مقابر الحمد لله مشرفة، ملي كتدخل لها تذكرك بالآخرة، الناس داروا لها واحد المدخل جميل بالأقواس بالطريقة التقليدية وبالقرمود الأخضر تذكرك بقصور الأندلس. ثم لتدخل إلى المقبرة كتلقى الحمد لله على مد البصر كتلقى المقابر وتحلوها تكسوها حلة من الخضرة والورود والأزهار، وكاين واحد النظام هندسي في البناء، هادو للأطفال المواليد، هادو للشيوخ، هادو للكهول، هادو للنساء، هادو للرجال، هادو أصحاب الحوادث السير، هادو اللي وقع عليهم كذا وكذا، كتلقى واحد النظام جميل، وكتدخل كتشعر بالراحة والطمأنينة، وكتلقى النظافة، وكتلقى الأمن والأمان، حتى المتسولين فيهم الأدب، كتلقى كيوقف كيقول كلمة زويونة، وكيقول واحد دعوة طيبة، ويرق قلبك وتكرمه بما جاد الله عليك، حتى المتسولين فيهم أدب وفيهم حشمة وفيهم وقار، وربي كيبارك للجميع. مقابر فعلا نموذجية وكثيرة، لكن بالمقابل هناك مقابر تحتاج كثيرا للدعم والعناية من جديد. فأخي السي أحمد هنيئا لكم بأنكم وفقتم لمثل هذا العمل، بارك الله فيك وبارك في جميع الأخوات اللي هم في إقليم أمزميز كيقوموا بمحاربة الأمية وتلاوة القرآن
الامطار ديال الخير اللي جاتنا مؤخرا راه جاتنا بفعل القران الكريم. راه كلما تلينا كلام الله سبحانه وتعالى وعظمناه في قلوبنا كلما جادت السماء علينا بغيث السماء، وكلما ربنا سبحانه وتعالى شملنا بعنايته ورعايته. وكل منطقة عند الجفاف، أي نعم هناك تحليل ديال المناخ والتربة والرياح وظواهر طبيعية، أي نعم هذا شيء حاضر، لكن أيضا لابد أننا نكثر من الاستغفار، وذاك البلد يكثر من قراءة القرآن. البلد اللي كيشوف راسو بأن عنده جفاف يجمع السكان ديالو وفي المساجد الكتاتيب القرآنية الزوايا أهل الخير لما يجتمعون في تلك القرآن الكريم يدعون الله كثير، يقرؤون القرآن، يتوسلون إلى الله تعالى بكتابه. أجمل من توسل به إلى الله تعالى كتابه العزيز الذي هو كلامه. فأسأل الله تعالى أن يحفظ جميع النساء الحافظات والمحاربات للأمية في هذا الإقليم، وأن يبارك الله في جميع نساء المغرب ويجعلهن صالحات قانتات طيبات، ويجعلهن مع نساء النبي الكريم في جنة الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.